شخص طاف حول الكعبة، وفي الشوط الرابع انتقض وضوءه وخرج يتوضأ، فهل عليه أن يعيد من الأول أو يستأنف من حيث خرج؟ لا لا، بطل طوافه. إذا انتقض وضوءه بطل طوافه، فإذا توضأ يبدأ من جديد. مثل المصلي لو انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت صلاته، ويستأنف الصلاة من جديد بعد الوضوء. نعم.